السيد عبد المنعم جوهري وسام استحقاق من الدرجة الثانية. مرحبا بكم في الحفل كنتكرم مع الدوكمون كنقدم شويه ودار واحد الاذاعه الجزيره. حنا كمغاربه عندنا واحد الشعار هو ان المغرب صحرائه والصحراء في المغربيه، وان الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه. احدا من احد وكلام كريم ف واحد الحبات الرملة وحنا ما غنسمحوش فيها وحنا حيين. والآن عدد ديال الدول في مجلس الأمن كتعترف بالمغربية ديال الصحراء، آخرها الرئيس ماكرون ديال الدولة الفرنسية اللي زار المغرب، وكانت زيارة ناجحة الحمد لله في مستويات فيها، وأكد فيها ما صرح به في 29 يوليوز 2024 أن الصحراء المغربية وأن الحاضر والمستقبل ديال الصحراء في المغرب. فاحنا بطبيعة الحال جنود مجندين، وراء سيدنا الله ينصرو والله يطول في عمرو والله يشفيه حتى نحرروا ما بقي من المستعمرات في الدولة المغربية العريقة. ونتمناو بطبيعة الحال للجميع التوفيق إن شاء الله في دار القيادة ديال سيدنا الله ينصرو. وهذه المناسبة باش نهنئو السيدات والسادة الموظفين الأبرار اللي أنعم عليهم سيدنا الله ينصرو بأسيمة ملكية شريفة. كنلاحظو أن العملة ديال أنفا محدودة، لأن كل سنة الحمد لله العدد ديال الأسيمة كتكون كتفوق من 20 وسام. هادشي كيدل دائما على الجودة ديال الموظفات والموظفين ديال هاد العملات اللي كتنتمي للمملكة السعيدة، الجودة ديال ما كيقوموا به من أعمال، الارتباط ديالهم بالأحداث ديال العرش وبالمقدسات ديال البلاد ديالنا. فالله يحفظكم جميعا، والله يحفظ بلادنا، والله يحفظ ملكنا.